20 مارس 1949 من قلب درب السلطان القلب النابض للطبقة الشعبية في الدار البيضاء خرج لوجود نادي الرجاء الرياضي القلعة الكروية الأكبر بالمغرب فريق بتاريخ كبير وهوية فريدة من نوعها عطى الكرة المغربية ساعة الألقاب قارية زيادة على تلة من اللاعبين الكبار اللي سطروا اسمهم في تاريخ كرة القدم المغربية وعلى سبيل الذكر للحصر المرحوم حمان صاحب أول هدف في تاريخ المنتخب المغربي بالمونديال أمام ألمانيا الغربية بمونديال المكسيك 1970 سعيد غاندي الهداف التاريخي للدربيات وعميد الرجاء المتواج بأول لقب في تاريخ النسور الماجيكو المرحوم عبد المجيد الظلمي أكثر من مثل المنتخب الوطني المغربي في التاريخ برصيد 140 مباراة دولية والفائز بجائزة اليونسكو اللاعب النظيف والمتوج مع المنتخب الوطني المغربي بالكأس الإفريقية الوحيدة حسن محيد العميد اللي رفع أول كأس عصبة الأبطال الإفريقية في وهرة سنة 1989 صلاح الدين بصير ثاني هداف تاريخ المنتخب الوطني المغربي واللاعب المغربي الوحيد اللي مسجل ثنائية في مباراة واحدة في كأس العالم عبد الإله فهمي عميد النسور اللي حمل التاج القاري سنة 1997 مصطفى مستودع قائد الرجاء المجد الإفريقي سنة 1999 والتألق العالمي في مونديال الأندية بالبرازيل سنة 2000 المايسترو سيدي عمر النجاري الموهبة الفدة وأمير قلوب الرجاويين والكابيتان ومحسن متولي ربان سفينة الجيل الحالي وزيد وزيد القائمة طويلة من لاعبين كتبوا تاريخ الرجاء بإنجازاتهم أعطوا الكرة المغربية ألقاب خلاو المغرب اليوم باش يفتخروا حكاية الرجاء مع الألقاب بدأت سنة 1974 بلقب كأس العرش كأول لقب غيدخل خزينة النادي الخزينة اللي اليوم فيها 8 من هذا الكأس و 12 بطولة مغربية منهم 6 البطولات متتاليين كرقم قياسي وطني صعب التكرار أما قاريا فالرجاء هو النادي الأكثر تتويجا بالألقاب القارية في المغرب برصيد 9 الألقاب مقسمة على الشكل التالي 3 من دوري أبطال إفريقيا و3 كأس الكونفدرالية الإفريقية وزوج سوبر و1 أفرو أسيوية إقليميا توجد الرجاء بزوج من الكأس العربية و1 من كأس شمال إفريقيا عالميا شاركوا النسور الخضر مرتين في مونديال الأندية ومشاركتهم الأخيرة نادي الرجاء الرياضي حقق إنجاز غير مسبوق كأول نادي عربي غيكون وصيف بطل العالم أمام بايرن ميونخ سنة 2013 ومازال خزانة النادي مستعدة لاستقبال المزيد والمزيد اليوم نادي الرجاء الرياضي كيحتفل بعيد ميلاده 73 73 عام للتألق والإبداع والألقاب في مختلف الملاعب الوطنية الإفريقية والدولية فكل عام ونادي الرجاء الرياضي بجماهيره ومكوناته وعائلته الكبيرة بألف خير